يا اهلا وسهلا، برنامج قمرة. برنامج قمرة من الناس للناس. يا اهلا وسهلا. قمرة مسابقة برنامج تتيح الفرصة للناس أن يشاركوا بإبداعاتهم في إثراء المحتوى الهادف والجذاب. أكثر من 8000 مشاركة. قمرة برنامج من الناس للناس، نعبر فيه عن آرائنا بإحسان 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 من كل العالم. اللاجئ زينا زيه، كان يحيا حياة عادية طبيعية في بلده في أمن وأمان، وكان يومه العادي طبيعي جدا، يجلس مع أحبابه على طاولة الطعام. لقد جادت حياتي بالأمان، وصار الوقت ملكي والثواني، وألقى الحب في دربي ملاكا، فصار حلوا كالجنان. لنعم الزوجة المعطى كان، وما زالت تعطر لي كاني، وكانت فرحتي أن رزقنا وليدا في رياض القلب يجري. فامطرت الديار يا رب البرية مرتجانا، أغثنا من حماقات الذئاب. الذئب إذا افترس بدأ من أحشاء فريسته، والذئاب إذا جاعت أكل بعضها بعضا، وذئاب البشر إذا سيطروا دمروا وشردوا. ماما أحبك. ماما احكي لي شوي. هلو يعني شو شي حلو؟ يعني المكان اريد نروح له. حبيبي تقصد البلد اللي اريد نروح له؟ اي البلد اللي راح نروح له ينطونا بوطن جديد، يعني ينطونا ببيت جديد. هذا البيت كل شي تحب تلقاه بيه، اكو سرير وبي احلى غطا يدفي جسمك لصغيروني الحلو. ماما أنا بردان جوعان.
رأس الخيام وأكلت بقايا الطعام. أكثر من 15 مدينة في سوريا تم حصارها، نتكلم على 500,000 إنسان تم تجويعهم، وآلاف الناس قتلوا جوعاً. وفين؟ في سوريا. الناس اضطرت تأكل أعشاب. أنا قررت أني أصوم وألم بعض الحشائش ويكون هذا فطوري. يا الله قديش كانت مؤلمة التجربة اللي عملتها، إنه الواحد يفطر على الحشيش والمي المغلية تعيته، ويا ربي يفرجها على أخواننا السوريين في كل مكان. هذا تحديداً اللي حصل في كثير من المدن السورية. تم انتشال جثة طفلة من تحت الأنقاض هنا في حي الحيدرية في محافظة حلب. 4 شهداء على الأقل تم استخراجهم من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، وما يزال هناك مدنيون عالقون تحت ركبان منازلهم. حمص 70% منها دمر، حلب 65% منها دمر، المدينة لم يبقى فيها سوى الأنقاض. حلب مدينة عمرها أكثر من 6000 سنة، من أقدم 5 مدن في العالم، خلال 2-3 فقط دمرت بالكامل. أكثر من 300 أثر إنساني وحضاري نسف. لما يكون هذه حال المدن فأين يلجأ البشر؟ المي عم تفوت لهون يا شباب. عشنا أسبوع كامل داخل سفينة شحن البضائع بوضع كان سيء للغاية. كنا ننام ونفيق ونحن خايفين نغرق، وعم نتذكر صور اللي سبقونا وبلعون البحر، وصورت هاللقطات اللي رح تبقى محفورة بالذاكرة. اطلع من هون لهون، احنا كنا رايحين لنفس المصير. اللي شفناهم نجوا، ولكن توجد آلاف الحالات من اللاجئين يغرقوا في محاولة عبور البحر. مجرد ركوب اللاجئ للقارب توجد احتمالية 40% أنه يغرق. ليش بجازفوا؟ من هول الصدمة اللي حصلت في أوطانهم. أنا إن ما أقدر أتعلم رح أعلم أولادي، الله يرزقني هيك رجع على بلدي قريبي. لا والله تعبت يا رب تعبت. بشكل عام الدراسات تشير إلى 500,000 إنسان قتلوا بسبب الحرب في سوريا، 6,000,000 نزحوا في الداخل السوري، و5,000,000 اضطروا للهجرة خارج سوريا. أولويات الإنسان في حالة الحرب مختلفة تماماً عن أولويات الإنسان اللي يعيش في حالة الأمن والأمان. خمس سنين
أربعة عشر سنين خمسة أربعة بحلم صير دكتورة أطفال مهندسة طيار استياس دكتورة السلام عليكم اسمي ضياء عمري 11 سنة أتمنى أن أصير مصور حتى أصور الواقع العايش فيه أشوف العالم أنا أحمد سائر عمري 6 سنين أتمنى أمنية حياتي أصير لاعب كرة قدم وأفوز وأفرح الشعب عمري 4 سنوات أريد كوب حليب وأريد شفت هالعالم كيف هيك تدمر بيوتها وهيك خفت لما بيكون في كهرباء بدرس لما تنقطع الكهرباء بحط شمعة هلا يعني من أرجع على سوريا بدي أعلم الطلاب أكبر متضرر في موضوع اللاجئين الأطفال 50% من اللاجئين تحت 18 سنة صحيح هم الأمل أنه يبنوا بلادهم إذا عادوا ولكن المصيبة إذا لم تحل المشاكل في بلادهم وفضلوا لاجئين الأطفال دول اللي هم بمئات الآلاف اللي ولدوا كمان في المخيمات وأصبح ما عندهم أصلا حتى وثيقة ولا إثبات هوية تخيلوا كده بعد فترة وواحد من هؤلاء اللاجئين صار عمره 20 سنة وأنا هاي هويتي ولدت في عمان الأردن أنا كردي من أكراد سورية بس مولود وعايش بعت لي فرصة أطلع على مؤتمر في لوس أنجلوس فبحكي لأبوي إنه طلعت لي سفرة على أمريكا وبتروح أسافر مؤتمر حكالي أنت ما معك جواز سفر فهو كان صدمة يعني أنا كنت عارف الحكي هذا بس كنت أسمع سمعي ما كنت عايش الموضوع هذا إنه ما معي جنسية طب عادي هيني عايش بس في وقت ذاك حسيت إنه شو يعني ما معك جنسية ما معك جواز سفر تسافر فيه هاي هويتي واللاجئين كثير منهم مثقفين وكثير منهم متعلمين ومنجزين وعندهم مهارات وهم فقط يريدوا أن يندمجوا في البلاد التي رحبت فيهم أثبتنا للجميع من حولنا أننا لسنا مجرد لاجئين تعلمت تنصيب المعدات الميكانيكية لست مجرد لاجئ خطوتنا التالية ستكون إن شاء الله إنشاء شركة صناعية بأياد سورية جينا على مصر يعني الحمد لله كنا أول شيء ما عندناش أي حاجة وبدأنا الحمد لله من كده وبالنسبة للشغل بدأنا على نطاق صغير ما بنعرف شيء هون بالبلد ولا أي شيء والحمد لله يعني عرفنا نعيش هون وتعاوننا مع أنا وأسرتي الحمد لله وقدرنا نشتغل نستعرض سريعا كده بعض المبادرات ونبدأ بمبادرة من اللاجئين أنفسهم تطوعوا لمساعدة اللاجئين إخوانهم شكلنا فريق ملهم التطوعي أكثر من 100 متطوع بيشتغلوا بدون أجر بأربع دول وأطلق الموقع الإلكتروني الأول من نوعه في الوطن العربي لجمع التبرعات وقدر الفريق بحمد الله وخلال 90 يوم بس جمع مبلغ مليون دولار قدر من خلالها دعم 14 حملة بأكثر من 40 منطقة من أكثر المناطق خطورة وتأمين مئات الحالات الطبية والإنسانية وتأمين الكفالة لمئات العائلات المحتاجة والأيتام أحب أنقل لكم توثيقي لفعاليتين حصلت هنا في أمريكا Why are you doing this? Everyone should be happy. Like we are happy. We want our neighbors to be happy. That's why I'm doing it. I want my Syrian brothers and sisters to be happy as much as I am. Why are you doing this? Why are you not doing this? Awesome. أنا ما بدي بس مصاري ولا بدي أكون عالة عليكم حبوني فهموني اعتبروني واحدة منكم صدقوني أنا ضيف خفيفة وما رح تقل عليكم إذن السؤال ما العمل؟ أنا متأكد ما في أحد مننا شاف هذه الحلقة إلا وتأثر وهذه المشاركات نابعة من معاناة الناس حطوا قلبهم فيها يعبروا فيها عن معاناتهم فما هو الحل؟
الحل الجذري للمشكلة سياسي، ما في شك. إلى أن يتم الحل السياسي ممكن كل واحد مننا أضعف الإيمان أن يتبرع ويحاول أن يرفع كل على قدر استطاعته من معاناة هؤلاء اللاجئين. واليوم لا يوجد عذر لعدم التبرع مع وجود التكنولوجيا والإنترنت. أهم شيء أنه الواحد يتبرع لجهات موثوقة وعارف أنه ما فيها فساد وعارف أنه الفلوس هذه حتروح لهم فعلا. مفوضية الأمم المتحدة عندها موقع أيضا يسمح بالتبرعات. $20 ممكن توفر مراتب علشان اللاجئ ينام على مرتبة بدل ما ينام على الأرض. $50 توفر الاحتياجات الأساسية لعائلة من فردين. $500 تدخل فيها 5 أطفال لاجئين المدرسة. $700 تقدم رعاية طبية وتنقذ حياة لاجئ. فالدعوة أن نزكي الأمن اللي الله سبحانه وتعالى أنعمه علينا، وهي زكاة الأمن. الأمن نعمة. كيف تزكي نعمة الأمن؟ أنه أنت تخرج من بيتك لشغلك للمدرسة آمن، ما أنت خايف على أولادك يخرجوا من البيت يحصل لهم شيء. أمن نعمة. كيف تزكي هذه النعمة؟ بأنك ترفع معاناة أو تخفف من معاناة من فقدوا نعمة الأمن. هذا أضعف الإيمان، وما يحتاج مننا إلا بعد هذه الحلقة ضغطة زر، والله يديم نعمة الأمن والأمان على البلاد العربية والإسلامية اللي موجود في هذه النعمة، والله سبحانه وتعالى يعيد نعمة الأمن والأمان على كل من فقدها في بلده. مزعج إنك تكون عم تستنى شيء بس ما يصير شيء. هذا هو شعوري من 3 سنين. أنا سامر، عمري 11 سنة، من مخيم الزعتري، عم مستنى يصير شيء. شكرا لكل المشاركات في حلقة اليوم. لا تنسوا، ممكن تشوفوا المشاركات كاملة وتصوتوا للمشاركة المفضلة في موقع قمرة.tv. شكرا على المتابعة. اللي حابب يشترك في القناة، واللي حابب يشوف البرامج الأخرى اللي موجودة، لأنه في تشكيلة برامج إن شاء الله مفيدة ممكن تتابعوها في القناة آرام TV. تجئنا كي ننقل قمرة، تجئنا آراء الناس وكي نكمل قمرة، تجئنا ما بات لزاما أن يكمل القمرة، تجئنا إنسان بالعلم محمد، إنسان حبيبي إن حدا آلاف الناس تشاركنا كي نصنع إعلاماً أجمل كي